صالح مهاجم نادي اسكندريه البترول، النهارده بنهنيك على الاداء الجميل ونقطه التعادل من نادي دمنهور. الحمد لله. طبعا احنا والله تعبنا الفتره اللي فاتت، ورئيس الشركه الفتره اللي فاتت يعني كان في مشاكل ماديه وكده، وكان طلع لنا قبل الماتش امبارح جزء كده من مستحقاتنا. والكابتن طبعا صراحه كان عادل بيتعبوا معانا جدا، واحنا النهارده بنلعب فرقه كبيره طبعا نادي دمنهور، فرقه من الفرق المرشحه بقوه للصعود، كنا عاملين لها حساب طبعا كبير جدا والحمد لله طبعا بنشكر ربنا على البونت، وان شاء الله الفتره اللي جايه ديت يعني نحاول نهرب من المركز اللي احنا فيه. وبشكر ربنا طبعا على الاداء، وبهني الجهاز الفني ومجلس الاداره، وان شاء الله باذن الله بنوعد الفتره الجايه ان شاء الله بمزيد من الانتصارات ان شاء الله الفتره الجايه، ونسيب اخر الدوري. طبعا احنا كلاعيبه كلنا عندنا طموح ان احنا يعني اقل حاجه السنه دي نفضل في الدوري ان شاء الله. الكابتن صلاح عرفه قال لكم ايه قبل بدايه اللقاء؟ هو كابتن صلاح طبعا كان عامل حساب كبير جدا لفرقه دمنهور، وقال لنا هم فرقه كويسه ومن الفرق اللي ليها باع في الممتاز بيه، فهنلعب بتكتيك معين وهنلعب بفيرود واحد، والكره مش معانا هننزل نعمل زون، والحمد لله يعني احنا حاولنا ننفذ اللي هو قاله هو كابتن عادل، وبنشكر ربنا طبعا والحمد لله. فريق اسكندريه البترول الفتره الجايه ممكن نشوفه في وسط الجدول ويقدم اداء جميل ويفوز بالمباريات، يعني النهارده بيجيب نقطه التعادل، الفتره الجايه شايف نادي اسكندريه البترول هيقدر يحصل نقاط ويقدر يخش المنطقه الدافعه؟ والله احنا بعد ماتش مطروح الماتش اللي قبل اللي فات كنا قعدنا مع بعض واتفقنا يا جماعه ما ينفعش كده، احنا فينا لعيبه يعني لعبت في انديه كتير والانديه كويسه، فمن بدايه من ماتش الحمام بره ملعبنا الماتش اللي فات خدنا بونت، والنهارده انا بعتبر نفسي بقى يعني نقطه بتعمل مكسب، نادي دمنهور نادي كبير وفرقه كبيره وفرقه عروقه، فالحمد لله. فاحنا بنشكر ربنا وبنوعد ان بنوعد الناس الفتره الجايه مجلس الاداره والجهاز الفني، احنا نحاول نبقى في نص الترتيب حتى الفرق ان شاء الله. بنشكرك يا كابتن، نتمنى لكم التوفيق في الدوري ان شاء الله.